تضامنا مع الشعب المصري الذي يخوض نضاله ضد حكم الإخوان المسلمين ومحمد مرسي، نظم العشرات من السوريين وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية في دمشق. لطالما كان السوريون والمصريون دائما في خندق واحد، فهم كذلك اليوم في مواجهة طاعون العصر، الإخوان المسلمون الذين يخفون تحت عباءتهم مشاريع وأجندات أمريكا والغرب في العالم العربي وتحديدا في مصر، نبض الأمة العربية. أمام السفارة المصرية في دمشق احتشد المتحررون من فكر الأمريكا الدخيل إلى ثقافتنا لإيصال صوتهم إلى الشعب المصري الذي ينتفض على حكم مرشده الداعي بالديمقراطية والحرية. الشعب السوري أكيد هو مع الشعب المصري من حرب تشرين لهلا. نحن هون مع الشعب المصري تضامنا روحا وقالبا. إلى الإخوان المسلمين أن شعب مصر ينتظركم في الساحات كما نتلاقى معه من هنا إلى هناك متضامنين. وأتمنى من الشعب المصري الشقيق أن يحافظ على مكتسبات مصر القومية. أنتم الإسلام المعتدل، لا أنتم الإسلام المتطرف، الإسلام الذي يعتدي ويذبح ويقتل باسم الدين مثل جبهة النصرة وأخوان المسلمين. مظاهرات حاشدة بمعظم مراكز المحافظات المصرية مطالبين بإسقاط النظام ورحيل مرسي العياط، والسوريون يؤكدون وقوفهم مع شعبنا في مصر في اليوم الموعود لإسقاط حكم المرشد ولو كره الكارهون. كما ترون وقفة وجدانية مع الشعب المصري أمام سفارته في دمشق من أشقائهم السوريين الذين يتطلعون إلى أفضل العلاقات بين البلدين، وهذا ما تؤكده قوميتهم المعهودة على مر التاريخ. لأخبار التلفزيون العربي السوري، بشار صقر من أمام السفارة المصرية دمشق.